ساليت وانا نبغي نحس بالاجواء ديال العيد عرفت البز جليلي باع داك الشيء والصوت يا بالدوم بعد المرات كتجيني لقانا على هاد الاجواء هادو هما ديال العيد دابا شوفوا معايا ياك وقولوا لي واش كاين شي مبخ راه ماويه وزوينه بحال هادي. والله تحطيتها دابا وكنشوف كنتامل فيها. هاد المبخ راه هادي بعدا راه عند كلشي تقريبا كلشي كيبارطاجيها وزوينه بزاف وانا براسي راه ديجا كنت بارطاجيتها معكم الى عقلتو كنت بارطاجيتها معكم يلاه كنت ساليت الدار راه هادي راه كلها نحاس شوفوا بلاتي انا هذا شوفوا النحاس وهنايا كريستال هاد لي بونبونيير عاوتاني نحاس شوفوا والله حتى واعره بزاف وتحيه كبيره للحرفيين التقليديين ديالنا المغاربه والله حتى كتحط شي حاجه حداك بحال هكا كتحس براسك مغربي والله ميرسي بوكو انا نوريكم مناش كتكون بالضبط نقص شويه من الصوت باش نوريكم بخرة هادي منيش كتكون كاينين هاد لي دو بونبونيير اللي وليتكم ديجا وهي كتجي بحال هكا بلا غطا ديالك كتجي بحال هكا وخصكم ضروري ومؤكد ديروا معها شي بابي الومنيوم هنايا تحطوا فيه الجمر باش ما يطرطقش حيت واخا هذا كريستال يقدر يطرطق راكم عارفين مي باش تحافظوا عليها لمده سنين وسنين خليوها بالالومنيوم وديك الساعه المهم انا عندي هاد العود هذا هكا كيتفرتت بحال كويرات هكا كيتفرتت و ميمكنش تخيل واحد الريحة يا إلهي وديك الساعة كتغطيوها بحال هكا بقا داكشي كيخرج من الجناب بحال هكا والله تا زوينة بزاف هادي سميتها فيرزاتشي كتجي واحد الريحه شحال زوينه المهم هاد البخره هادي سميتها فيرزاتشي كلها صناعه تقليديه من مدينه فاس الناس اللي مصاوبينها هما حريفيين تقليديين مغاربه دونك هادي شي حاجه زوينه بزاف اننا نشجعوا الصناعه التقليديه ديالنا انا كنخلي لكم هنايا لاباج ديال مروكن بازار صراحه هما ديما كيديروا دي زارتيكل هكا زوينين وهماويين انا الصالون ديالي ماشي مودرن وماشي تقليدي فهمتوا دونك جات زوينه مع الصالون ديالي وممكن تحطوها حتى في صالون تقليدي وممكن تحطوها حتى في صالون اللي هو مودرن الا جات هكا في شي كوان كتجي زوينه بزاف سورتو دابا مع العيد باش تفرحوا بحبابكم والناس اللي يجيو عندكم باركوا لكم العيد ان شاء الله وتفرحوا حتى براسكم انا جالسه دابا كندير هادشي هذا مع راسي مبروك عواشركم تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه انا كنخلي لكم لو سيت نوريكم دابا كيفاش ديروا لا كوموند كنبغيكم بزاف ها نتوما باش كديروا لا كوموند ديالكم كتدخلوا من لو سيت ياكو ها هو لو سيت فيرزاتشي مروكن بازار كتلقاوها هنايا ها هو الثمن راه فيها واحد لا بروموسيون لي زوينه بزاف كديروا استفيد من العرض الان كتدخلوا سميتكم والتليفون والمدينه والعنوان وكتطلبوها وهما راه كيتواصلوا معكم كيجيبوها لكم حتى للدار وراه هي مضمونه اصليه والناس اللي كيصاوبوها فريمون كياخذوا بزاف ديال الوقت باش يصاوبوا لنا شي حاجات زوينين بحال هادو صافي ها انا درت المهمه ديالي بنجاح ورينا جلابتك وريني هاي جلابتي مع عند صاحبتي وداد كريستال طبعا بطبيعه الحال زوينه بزاف هاد الجلابه راه كنا ديجا بارطاجيناهم معكم عندي هادي وعندي وحده اخرى انا نوريها لكم دابا عندي حتى هادي خديتها من عندها شوفوا شحال غزاله حمقني هاد اللون هذا غير دابا جاتني لقانا الكحل وصافي شوفوا شحال متقونه وشحال زوينه هاد الجوهرات
ميرسي بوكو ويدا ديما صاحبتي مكبره بيا، الله يحفظك الزين الله يوفقك يا ربي. شوفوا شحال هذا الشيء غزال وكيوت، والله حتى كيعجبني الواحد اللي يدير شي خدمه ويتقنها. ويدا تبارك الله عليها، الله يسهل عليها، صاحبتي وعزيزه عليا، اي اون ميم طون كتخدم خدمه نقيقيه. ايوا دابا جالسين انا وفهد حيت صار عيانه شويه فنا مع بابا، وانا نقول له اليوم راه العيد شنو بغيتي ناكلو. يلا شنو بغيتي ناكلو اليوم؟ شنو نطيب؟ العدس. كاين شي واحد كياكل العدس؟ ما كياكلوش. هو راه اليوم العيد صح؟ واخا العيد كيفطروا بيك عيدوا بيك كنقولوا كل شيء. ناري دابا يجيكم بحال هاد السطوريات هادو مصورين قبل. اليوم شنو في الشهر؟ اليوم ثلاثة، اليوم ثلاثة شهر سبعة، ولكن انا شاني راه اليوم العيد. واخا خويا نديروا العدس، يلا زيد معايا نبقى البصلة. شوفوا ما تضحكوليش على طريقتي ديال العدس، ولكن والله حتى اجمل واسرع وابنان طريقه. كنشبر بصله صغيره كنقطعها، مطيشه صغيره كنقطعها، حتى هما كن سيداتي وسادتي العدس جا واعر، ولكن باقي ما حطيناه. والفيلم اللي كنتفرج فيه دابا هو ادم اترافير لو طون. المهم راه فيلم زوين، الا بغيتو تشوفوه زوين يعجبكم. المهم انا كنشوفو دابا في نتفليكس. لايف از هارد لكن جميله. مستمتع حتى وانا بروك، حياتي نكتي جوك دمه. واش فراسكم قاعدة مهمة عندي في الحياة ديالي هي نعمر المخايط، نصبنو هاد الغشاوات ونعاود نخشيهم في البلاصة ديالو. ناري ناري ما كنحملهاش، نهار كله نخشيها في التخربيق. دابا بقات لي تقريبا بحال هداك شي نص ساعة ونكون سليل. ديك الساعة شنو ندير؟ عند ضربة مشيت بخيرة سانك سانك للدار العود. بغيت هي دابا كاين الريحه ديال الصابون، دابا شويه خاصها توري الريحه، تولي الريحه ديال البخور. العود كذا زوين ولا اللبان ماشي تخربات. اون ميم طون كنتفرج واحد الفيلم اللي انا ديجا تفرجت له، باش اون ميم طون واخا نقدر ندير شي حاجه ما نكونش مضطره انني نشوف الاحداث. فهمتوني؟ المهم